ورجعنا لكم بعد الفاصل. وريحة الخلطة تحفة، وجاهزة ان احنا نحشي بيها البدنجان. والبدنجان طلع من الفرن وشكله كده. انا هطفيه على الطاسة واجيبها جنبي عشان هحشي البدنجان، واجيب بس معلقة صغيرة لان هو طبعا هيبقى سخن، فانا همسك كده واحطه جوه كده. ريحه فظيعه. انا طبعا زودت الريحان في الخلطه او للخلطه. طبعا الخلطه دي عباره عن الكبد بتاعه الفراخ والبدنجان، قلب البدنجان نفسه، وبصل وثوم ومشروم ومشمشيه وريحان، ومتبلينهم بالبردقوش والقرفه حبيبتي والملح والفلفل. طعم جميل. وكمان ما ننساش ان احنا حطينا معلقه دبس الرمان، يعني طعم جميل وغني جدا، وان شاء الله يعجبكم. احشي كده. نحاول نقطع الكبد اصغر على قد ما نقدر عشان يبقى شكل الحشو حلو، يعني اهم حاجه عينينا وهي بتاكل كده. اول حاجه عينينا هي اللي بتقع على، يعني عينينا بتقع على الاكل، ف بتدي يعني ايه الاشاره ناكل ما ناكلش. الاكل شكله حلو والريحه طبعا بتجذب اكيد. يعني الشكل ده خلطه غنيه جدا، ان شاء الله الطعم يبقى حلو ويعجبكم. هو طعم حلو بصراحه. هحط هنا. ممكن بقى الخلطه، بقيه الخلطه دي ناكلها كده بالشوكه. اها كده سخنه جدا. انا المفروض طبعا ما اعملش كده عشان المعلقه عماله الطاسه، بس هنحاول نتلافى ناخد من على الوش الشكل ده. نحط بس شويه هنا، مفيش فايده، هي عايزه صوت هيطلع. اشيلها دي بقى على جنب، وهرش عليها بقى فوق الوش جبنه موتزاريلا. لو عايزين الجبنه تبقى مارمجان، عايزين الجبنه تبقى شيدر، زي ما انتوا عايزين. جبنه تركي زي ما انتوا بتحبوا. هحط كده طبعا الجبنه التركي اللي هي الرومي، بس في اسكندريه بيقولوا الجبنه التركي. حتى انا اول ما اخش اي سوبر ماركت، اول ما اقول عايزه جبنه تركي يقول لي حضرتك من اسكندريه على طول. مميزين احنا، معلش لينا كلام حلو كتير مش كده؟ ولا التعصب بقى هتقولوا متعصبه يعني حبه. انا كده حطيته، هدخله بقى الفرن. هحط حبه هنا بس شويه، وهحطه في الفرن يا دوبك بقى ايه الجبنه بس هتسيح. امسح ايديا عشان نجيب ندخله الفرن لان البايركس سخن. نجيب كده وهنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض عصير رمان بشكل جديد ومختلف. نجيب بس ادي الخلاط بتاعي. عندي انا عصير رمان، عندي رمان، وعندي خياره، وعندي عصير ليمون. وزي ما قلنا قبل كده الليمون بيدي نضاره وبيدي حيويه للبشره. ولو قلت لكم قبل كده لما نشرب كوبايه ميه الصبح وعليها شويه ليمون بتخسس بجد. وعندي عصير برتقال. هعمل ايه؟ هجيب اول حاجه سكينه. سكينه اقطعها بس حاجه بسيطه، انا هسيبها بقشرها عشان قلنا ان فايده اي خضار بتبقى تحت القشره على طول. فنحاول على قد ما نقدر نقنع الاطفال ان هم ياكلوا الحاجه بقشرها. انا بحاول اقنع ابني بالذات ان هو ياكل الخيار بقشره، والحمد لله نجحت. لسه النص التاني بقى ان انا اقنعها ان الخيار افيد بالقشر. هحط الرمان كمان كده.
هسيب بقى انا عايزه الوحدتين دول، وعندي عصير البرتقال، دول حوالي كوبايه ونص عصير برتقال، وعندي عصير ليمون. ممكن نحط برتقانه ونقطعها فهتنزل عصير، بس طبعا في الحاله دي نختار البرتقال بتاع العصير، يعني يا اما يبقى البرتقال اللي هو السكري او البرتقال بتاع العصير اللي هو البلدي العادي. نحط عصير الليمون ونشيل الحاجات دي بقى مش عايزينها عشان يبقى مطبخنا شكله حلو وشكله نظيف، ونضرب ده كله مع بعضه. نرجع ده ونضرب ده كده مع بعضه. انا ولا هحط ما سكر ولا هحط عسل، لان هو عصير عايزاه يبقى طبيعي فريش مفيهوش اي اضافات سكريه. العصير ده هيطلع مش متصفي وهيبقى فيه شوية شوائب، لو عايزين تصفوه مفيش مشكلة، بس أنا عايزاه يفضل بالشوائب بتاعته، بحبة الخيار بالرمان عشان يبقى الفايدة بتاعته أحلى. هبص بصه بس على الفرن، الجبنه بتسيح، عبال ما نغرف العصير او نصب العصير هتبقى الجبنه سوري البدنجان جاهز. طبعا انتوا شايفين ان العصير مش احمر بتاع الرمان نظرا لدخول الخيار ودخول البرتقال، فاللون ما بقاش رمان قوي يعني قلب على حاجات تانية. انا هحطه كده بس، عصير مفيد وطعم مختلف صحي، بنحاول نخش للحاجات اللي تفيد جسمنا تفيد بشرتنا وتدينا كده باور. انا فاضل عندي شوية رمان صغيرين، انا هحط هنا شوية وهنا شوية، حاجة بسيطة. ننضف بس ايه قبل ما نوريكو البدنجان اخباره ايه، نطلعه بقى من الفرن. ادي العصير بتاعنا، نجيب بقى نطلع البدنجان. ادي البدنجان جاهز، دي الطبق بقى نحطه مع بعض. طبعا سخن قوي الشكل ده كده، ريحته حلوه قوي. ممكن نبدل الجبنه زي ما قلت لكم، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا زي ما احنا عاملين، جبنه جوده، ممكن كمان جبنه تركي، الطعم اللي انتوا بتفضلوه. عاملها لكم ورده جدا سخن بشكل مش طبيعي عشان لسه طالع من الفرن، خلي بالنا على قد ما نقدر. الجبنة بتمط وشكلها جميل، ولا هحط لكم اخر واحدة عشان اخر فرع في الوردة تكمل معايا، وايديا ولعت مش قادرة. وطبعا هنجيب فرع اخضر بسيط، الريحان اللي احنا حطيناه في الخلطة، حاجة بسيطة كده من الجنينة اللي جنبي دي، هعمل كده
هحط كده بس حاجة بسيطة. لازم تاتش الاخضر ده. وعملنا لكم النهاردة مع بعض البدنجان محشي بكبدة الفراخ ومشمشية ومشروم وقلب البدنجان كمان، خلطة مختلفة وطعم جميل. وعملنا عصير رمان، هو مش رمان اللون لكن رمان في المكونات، وخيار وبرتقان وليمون، طعم صحي طعم خفيف. أتمنى النهاردة الأطباق تكون عجبتكم وتجربوها وتقولولنا رأيكم، وتابعوا دايما وصفاتنا على الويب سايت القناة، ودايما الوصفة عندنا في ست البيت. أشوفكم في حلقة جديدة، باي باي.